اهلا بيكم، تعالوا نحضر مع بعض النهارده الكازوني. الكازوني من الوصفات السهله جدا والبسيطه، اهم حاجه فيها ان تكون العجينه بتاعتها ناجحه، يعني هي عجينتها اهم من عجينه البيتزا، لان البيتزا في الغالب بتبقى كلها متغطيه بالحشوه، انما دي كل ما كانت العجينه حلوه هيديكي طعم حلو جدا. معلقه كبيره من السكر، هنحط عليهم معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ونص كوبايه من الدقيق، هضيف كمان نص كوبايه من الميه تكون دافيه، وهقلب الحاجات دي كلها مع بعض كويس جدا جدا. حد سألني انتي ليه بتعملي كده في العجينة على طول؟ اولا بختبر الخميرة، ثانيا ده بيسهل عليا العجن بعد كده كتير جدا. هسيبها بس 10 دقايق، دول 2.5 كوباية من الخميرة، توتال دي بتاعي 3 كوبايات. هضيف عليهم بقى ايه، شوية ملح وبودرة ثوم وبودرة بصل، رشة كده من الملح الصغيرة، وتقريبا ربع معلقة من بودرة الثوم وبودرة البصل، بتخلي طعم العجينة حلوة جدا. بصوا الخميرة بتاعتي نفخت كده وطلعت فقاعات، انا كده الخميره بتاعتي تمام، اقدر اشتغل واستمر في العجينه بتاعتي. وارد ان الخميره تكون واخده هوا، تكون بايظه لاي سبب، لان الخميره بتبوظ بسرعه فتبوظ لك كل الوصفه. الخطوه دي بتوفر عليا جدا ان انا اعمل الوصفه كلها وبعدين الاقي العجينه بتاعتي ما بتخمرش. بس هنزل بالدقيق، بنزل بنص كميه دي الاول، واول ما تلمي معايا كده بنزل بالباقي، وبعدين برجع اضيف ميه دافيه لحد ما العجينه بتاعتي تلم. المقادير تقريبا خدت 1.25 كوباية من الميه، كل نوع دي بيختلف، افضلي ضيفيه ميه واحده واحده لحد ما العجينه بتاعتك تلم. واخر حاجه خالص بضيف معلقه واحده من الزيت، ما تكتروش الزيت عشان الزيت بينشف العجينه، وهبدا اعجن تاني لحد ما العجينه بتاعتي تلم ويبقى معايا كوره ناعمه كده وملمسها من فوق كده ما فيهوش فراغات. بس كده هجيب بقى طبق، هدهن الطبق بتاعي دهنه من الزيت، وهحط فيه العجينه بتاعتي دي تخمر على الاقل لمده ساعه. بصوا العجينه بتاعتي عشان الدنيا حر، الساعه عملت فيها ايه، الساعه خمرت زياده عن اللزوم. هخرج بقى الهواء بتاعي كده من العجينه، نديها بوكس كده محترم ونطلع منها الهواء، ونبدا بقى نشتغل فيها. هرش الترابيزه بتاعتي رشه من الدقيق، وهحط العجينه وابدا افردها. انا عايزه افرد العجينه شويه على شكل مستطيل بالمنظر ده، مش عايزه، بصوا انا مش عايزاها تبقى رفيعه قوي، لانها الكازوني ما بيبقاش رفيع قوي، تبقى عجينه وسط. وهدهن بقى صلصه البيتزا العاديه بتاعتنا، اللي هي صلصه عصير طماطم عليه ملح وفلفل وبودره ثوم بودره بصل وشويه زعتر او شويه ريحان، انا المره دي مستخدمه ريحان لاني كان عندي ريحان. وبعدين حطيت شرايح من الجبنه تشيدر، وهحط كمان شرايح من الفلفل. بصوا بقى زي ما انتوا عايزين، ضيفوا اي حشوه انتوا بتحبوها، يعني شكلوا في الحشوات زي ما انتوا عايزين، تقدروا تجربوا اي حاجه. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي تنفع جدا جدا في لانش بوكس المدرسه، يعني انتوا ممكن تعملوها بقى، تعملوها تقطعوها شرايح وتحطوها في اللانش بوكس، او تعملوها صغيرين ونستخدمها برضو في اللانش بوكس. انا ضفت كمان مشروم، وهضيف شرايح من الزيتون، وبعدين هضيف جبنه موتزاريلا، وهقفل بقى كويس جدا. اهم حاجه انها تتقفل كويس عشان ما تفتحش مني ويبوظ كل اللي احنا عملناه ده، بس بقفل كويس، يعني قفلوها على قد ما تقدروا كويس، وشيلوا اي احرف فيها زياده عشان ما تبقاش من الاطراف فيها عجينه زياده بس. وبعد ما شلت هرجع اتاكد انها اتقفلت تاني. بصوا بقى انا عايزه اوريكم طريقه القفل اللي انا بقفلها، اللي انا بضمن بيها ان مفيش اي حاجه هتطلع. بشد العجينه من تحت وارجع اضغط عليها لفوق، واشد من تحت وارجع اضغط من فوق، بتدي في الاخر شكل حلو، وفي نفس الوقت بتاكد انها مش هتفتح ابدا. بسكينه بقى باي حاجه، واعملوا فتحات صغيره كده عشان الهواء يخرج من العجينه وهي بتستوي، الهواء لما يطلع منها كده عشان العجينه بتاعتي ما تفتحش برده مني. هدينها بقى دهنه من الزبده، عليها رشه صغيره من الملح عشان تخلي طعم العجين نفسه حلو، كمان تتحمر معاكم باللون التحفه ده. انا دخلت فرن كان سخن على درجه حراره 240، يعني بصوا اللي هو مجرد بس ما تحسوا انها خدت لون، لو خدت لون من تحت ومن فوق لسه ما خدتش لون تقدروا تفتحها عليها الشوايه. انا سبتها كل التسويه من تحت وادتني اللون الحلو جدا ده، خدت تقريبا من 15 ل 20 دقيقه، مش اكتر من كده. تعالوا بقى نقطع، زي ما قلت لكم تقدروا تقطعوها كده وتستخدموها في اللانش بوكس للولاد، هتبقى حلوه جدا وهيحبوها. شو شكلها جميل. انا اهم حاجه بالنسبه لي في الكازوني الطبقه اللي بره، اللي هي بتبقى بصوا فيها قرمشه خفيفه كده ومن جوه طريه، لو انتوا طلعتوها حسيتوا انها قرمشه بزياده هنغطيها، غطيها بس ربع ساعه لحد ما تهدى، هتلاقيها طريت تاني. وطعم الزبده من بره بيخلي طعمها حلو جدا، يعني دهنه الزبده اللي احنا دهنناها دي بتفرق جدا، بتخلي طعم العجين نفسه حلو، يعني حتى لو كلته حته ما فيهاش حشوه بيبقى طعمها حلو. وبرده موضوع بودره الثوم والبصل بيخلي طعم العجينه مميز.
بصوا شكلها فظيع، تقدروا تحشوها اي حشوه انتوا بتحبوها. دي بديل مثالي بالنسبه لي للبيتزا للاطفال، لان هم بيجوا ياكلوا البيتزا بيبهدلوا نفسهم وتلاقي الحشو اللي على البيتزا واقع. يعني دي بالنسبه لي مثاليه جدا جدا. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها وتقولوا ايه رايكم فيها ايه، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات جديده، وباي باي.